يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون حلو من حلويات شهر رمضان اللي هي مهلبية التمر. رح نعمل مهلبية التمر بنكهة الهيل والمستكة. طبعا إن شاء الله أنها رح تعجبكم الوصفة لأنها بجد طلعت شهية. تعالوا نشوف شو المقادير. في البداية هون رح نحتاج كاس من التمر. رح أحكي لكم هون عن التمر اللي أنا استخدمته. بيجي تمر كثير حباته طرية، بحكوا له التمر السكري. طبعا أنا هون شلت البزر من التمر وحاولت أعبي الكاسة كثير منيح، يعني حطيت كمية منيحة من التمر. رح نحتاج كمان حليب سائل. في البداية هون أنا حطيت كاستين من الحليب السائل. رح أحكي ملاحظة مهمة هون، في حال كان التمر عندكم حباته شوي قاسية ممكن تنقعوا التمر بكاس من الحليب الدافي، وأول ما تحسوا التمر إنه طري معكم حطوه بالخلاط. هلا هون رح أطحن التمر. طبعا هون مدة الخفق تقريبا 5 دقائق حتى ذاب عندي كل التمر. هيك عنا التمر صار جاهز. هلا هون رح أحطه بالطنجرة ورح أحط معه كمان 3 كاسات من الحليب السائل. بهيك عنا مقدار الحليب بيكون 5 كاسات من الحليب السائل مع كاس من التمر. رح نحتاج كمان هون للنشا. للنشا رح يكون عنا عيار النشا، لكل كاسة حليب رح نحط معلقة كبيرة من النشا، يعني بيكون هون عنا مقدار النشا 5 ملاعق كبار من النشا. طبعا عنا لازم تكون المعلقة ممسوحة، يعني ما تعبوها كتير. بالنسبة للسكر هون رح أحط بس 2 كبار من السكر، لأنه التمر عندي فيه يعني كمية سكر، فخلصوا يعني ما احتاجت أكثر من 2 معلقة. هلا هون بخلطهم على البارد وبعدها بشغل الغاز. رح أحكي عن المنكهات اللي استخدمتها. استخدمت 2 معلقة صغيرة من الهيل المطحون بالإضافة ¼ معلقة صغيرة من المستكة. طبعا هاي المستكة أنا هون طحنتها مع السكر وحطيتها مع الخليط. بنستمر بالتحريك. كمان هون رح نحتاج علبة من القشطة. أنا هون استخدمت جيمر وزن 170 جرام، ممكن تستخدموا أي نوعية بدكم إياها. أول ما يبلش عنا الخليط يغلى بنحط علبة القشطة، طبعا تعطي نكهة أطيب. هلا هون بنحركها كثير منيح وبنترك الخليط تقريبا يغلى مدة 5 دقائق على الغاز، طبعا مع استمرارية التحريك. هيك عنا الخليط صار جاهز. هلا هون رح نصبه بكاسات التقديم. رح أورجيكم هون كثافة الخليط كيف بتكون. طبعا ما تتخيلوا ملمسه، بتحسوه زي الملمس الكريمي، ونكهة الهيل والمستكة فيه بجد رائعة. هيك عنا الكاسات صارت جاهزة. هلا هون بتركها تبرد وبدخلها الثلاجة. تقريبا هون أخذت مني 2 ساعة بالثلاجة، زي ما بدكم، يعني ممكن الناس بتحبها تاكلها شوي دافية أو ممكن الناس بتحب تاكلها باردة، زي ما بدكم. هلا هون رح أورجيكم إياها بعد ما بردت معي بهذا الشكل. يعني الوصفة بجد شهية، بتمنى إنها عجبتكم. بالنسبة للتزيين رح أحكي هون استخدمت جوز عين الجمل مع حبات التمر. هيك وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى إنها عجبتكم وبتمنى إنه الفيديو عجبكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.